مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود او وجهي قدودك افر مامول قبلات او كمده مامول لدى دالك كجرة لما انتو دوحا اي دليل سيه النظام كان حد دالك كعورتي وحاسدو كلا لقرشينا يا انتو دبات كان شر بلارن او ادحي مدح ذا مامول قبلات يدا انو كفر من مقالة قروبة اجندها شر كان ايا اهسيدي مدحوين حسن شيخ محمود لو قردار دعن لها إن مدح ذا مامول قبلات يدا ولي اوود اي كليه النظام كفدرالك مدحويني هرئي سومالي محمد عبد الله فرماجو سدح مامول ايا قعنتي سكجري انت او صندلكا كتاقن مدحوين حسن شيخ محمود وحال لشيقيا ان لمان هاتن مدح ذا مامول قبلات يدا قعنتي ساي كسي بحيان وهول عرس او اطال لحلقا مدحوينها وهور بحين دقدقه اي هايان كنيوز فلان هديات كو عصب تهي بيج كنا فيسبوك فلو صوده مغال كان لايك سار سي نشر قريس الساحي ببادن او سيدادو كلا اي اوغاران ورارك اي وربحنا ده حساسي قايان هل كان كسو قد بنو اهد با دوما سنتين دمانتين مغال كان لايك سار لايك تو مهيم سي نشر قريس الساحي ببادن اي اوغاران ورارك اي وربحنا ده حساسي قايان هل كان كسو قد بنو اهد با دوما سنتين دمانتين وحان كوب اللابايا مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود وحا ووجهها يادب وقرى الشكاق إمانيسا دان كان مامول قبليد يادا بوتلان جوبلان قلمودوك يا كونفور قلبات دمان مدحدو وحا إسيابك لدوان أودالي لسنيهين سيدا اوهوشا كوب اللابين نظام كان عصب حسن شيخ محمود وحو حكم كاكسو اللابت يادا مامول قبليد يادا إيه فيلا الصومالي أيسان وذا الشاقين توسا حيلقان كدحينين نظام كي هوري اي مدحوين محمد عبد الله فرماجو ايا شان سانو كلو ميه دقال كمامول قباليد يدا وحانا مدحليت كي او كرد ماذا اساق او قعانتاكو هيا سدح مامول قباليت لبانا اي ديدن تاي حكم كيسا ان دولاد در دحا اي هشار دمان ساحي بدا اي وضا شاقين تا شان تا مامول قباليت واشاقا دو علوس مامول قباليد يدا ايا ديب او قبورتي مدحوين حسن شيخ محمود كدب مركي اي كقدوندين حنان كاللو مري قندراس كاقاتك لسما حكومة دا اي مقا عابيستا حلالك سرسر اي مهيم كاه اي دالك مامولا دن ايا قادي تلابوين حلقان او سياده او قعرو دي مدحوينا ها الصومالي حسن شيخ محمود مدحوينا حسن شيخ محمود وحا او دور كي مالموت الا صدا في كسوغنا مقالة دا قروب اي عاصمة دا بوتلان دور كلان او قاره ايو لقاتي سعيد عبدالله دني waxay inta badan isku fahmi waayeen in xilligan madaxda maamul goboleedyada wada shaqeyn toos ah ay dhaxmarto filla Soomaaliya arintan oo haatan kulan ballaaran laga yeelan doona sida ay sheegeen mid ka mid ah wararka laga helay kulanka waa in la qabto shir u dhaxeeya dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa jiray soo jeedin ah in shirka Muqdisho uu ka dhaco laakiin warar aan la hubin ayaa sheegaya in Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta garan oo san ogoleen in Muqdisho uu tago xilligan taasi oo ka dhigan in Saciid Cabdullaahi Hidan uu marti galiyo shirkan filla Soomaaliya waxa la siiyay iclaaminta shirka halka Puntland ay markaas diyaarinayso gogosha laakiin galmudug iyo Puntland ayaan wali la hubin in ay markaas aqbaleen in gogoshu ay noqoto garoobe isla markaana kulanka halkaas uu ka dhaco shirkan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayaa inuu isaga xalliyo madmadooga kala dhaxay xilligan madaxda maamul goboleedyada si dawladdiisu ay isugu daba dhacdo marka loo eego halka la kala taagan yahay xilligan filla Soomaaliya ma haysto maamul goboleed ama maamul u dhow halka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gacanta ku hayay maamulada Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hool badan ayaa u taala oo dhanka maamul goboleedyada marka loo eego haddaba daawade aragtidaada qaybta hoose commentiga waad ku cabiri kartaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.